أدعو تحالف العدوان لوقف عدواني ولرفع الحصار بشكل واضح وقرار صريح وبشكل عملي، وليس مجرد إطلاق تصريحات محتملة. أطلق زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي تحذيرا أخيرا إلى قوات التحالف العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص، واصفا ما تقوم به الدول العربية بالسلوك الجاهلي والشيطاني. وأعلن الحوثي في خطاب عبر قناة المسيرة استعداد جماعة أنصار الله لاتخاذ خطوات أولية من طرف واحد في سبيل تنفيذ الاتفاق سحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن. واتهم الحوثي التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتهرب من المسؤوليات المرتبة عليه بموجب اتفاق المبرم في السويد بشأن الحديدة واليمن. وقال الزعيم الحوثي دعاه للتصعيد العسكري فلدينا خيارات للرد لو حبيد الحديث عنها. وقال زعيم أنصار الله الحوثي بمسؤولية خرق الاتفاقات المبرمة في السويد بشأن الملف في تبادل الأسرى والاقتصاد وتسهيل إيصال المساعدات في المحافظة على كاهل قوات التحالف. واتهم الحوثي دول التحالف خصوصا الإمارات بشكل صريح على العمل لإثارة النعرات العنصرية والمناطقية باستخدام الميليشيات، واصفا هذا السلوك الجاهلي والشيطاني بعيدا عن كل البعد عن الإسلام.